بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي الفلاحة، السلام عليكم. أولا كنبغي نشكركم على استمراركم في الأنشطة الفلاحية ديالكم من أجل توفير المنتوجات الفلاحية للسوق الوطنية في ظل هذه الظروف اللي كتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم. اليوم غادي نتكلم لكم على زراعة الثوم خصوصا في هذه المرحلة، وشنو هما الإجراءات والتدابير اللي خاصنا نديرهم باش ننجحوا المنتوج ديالنا. فمن خلال الاتصالات والصور اللي كترسلوا لنا من داخل الضيعات ديالكم، بالإضافة للمعاينات الميدانية اللي كتقوموا بها، كتظهر أن بعض الأمراض بدات كتبان خصوصا في هذه المرحله اللي الزراعه ديالنا دارت الكركوب وبدات كتنضج. من ابرز هذه الامراض اللي بداو تيتهجموا على الزراعه ديالنا هو تعفن الجذور والساق، للاسم العلمي ديالو سكليروتيوم سبيفوروم، اللي كيكون السبب باش يبان عندنا هو الرطوبه العاليه مع الحراره. وهذا الشرط كان متوفر بحيث بلادنا الحمد لله مؤخرا عرفات تسقطات مطريه تبعاتها الحراره اللي في العموم تجاوزت 20 درجه. هاد السببين كان كافيين باش انها تبدا تظهر العلامات الاولى ديال المرض. وهاد العلامات النبته كتضعف والوراق الكبار كيبداو يصفارو، واذا حفرتي شويه غادي تلقى الكركوب بدا كيكحل. هاد المرض كيدير لنا جوج ديال المشاكل. المشكل الاول انه كينقصينا من الجوده ديال المنتوج ديالنا، والمشكل الثاني كتنقص لينا في المرضوديه. اذا والمساله اللي خصنا نعرفو انه كيبقى لنا في التربه لمده طويله. إذن هذا هو الوقت باش نشمروا على يدينا ونداويو، طبعا بالمبيدات الفطريه المناسبه. ومركز استشاره الفلاحيه اغوري راه فتح الابواب ديالو من اجل المزيد من المعلومات في هذا الموضوع. ما يفوتنيش باش نوصيكم منين تكونوا كداويو باش تاخذوا الاحتياطات اللازمه من اجل صحتكم وسلامتكم. وفي الاخير لا يسعني الا نشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.